وانا بقول الكلام ده لينا كلنا ولل للمثقفين والاعلاميين والمفكرين والمتابعين. كل كلمه بقولها لكم ممكن تبقى عنوان كبير قوي تتكلموا فيه. انتوا فاهمين يعني ايه ان انا النهارده المنتجات الزراعيه ديت او المواد الغذائيه بتاعت الناس تزيد ثمنها مرتين ثلاثه؟ هو مين يستحمل ده؟ مين يستحمل ده؟ بس خلي برضو بالكم وان البلد الى حد ما كيف هتقدر تجابه الاستمرار الحاله ديت لسنه ولا اتنين جايين ما مش عارفين هتخلص امتى، وهي ماسكه بتعمل بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزيدش، بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزيدش. انا بقول الكلام ده للمصريين كلهم ان انتوا لازم تكونوا عارفين، اوعوا تكونوا فاكرين انتوا احنا مش حاسين كبني ادمين وكمسؤولين ان الاسعار حمل على الناس. بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجه واحده بس في موضوع واحد. لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهارده الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركه والبترول بالتكلفه الحقيقيه، والله انا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده انا قلته قبل كده. انا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا ان احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبه لهم اللي هي الشرائح الكبيره قوي اللي هي اعلى نسبه استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين. بس انت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجه من جيبه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني. لكن ده من قدره البلد. فانا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لان الاحظ ان بعض الناس يعني يقول لك ده فرصه ان احنا نعلي الاسعار شويه نكسب، نقول ما فيش دولار ما فيش. ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه ان احنا حرصنا على الناس وان احنا ما نغليش الحاجه على الناس. احنا بنتكلم في اكل وشرب، بنتكلم في اكل وشرب وحاجات اخرى. فارجع اقول تاني للمصنع الاسمده ده ان شاء الله في شهر ده هيدخل لنا 700,000 طن، وبالتالي ده انتاج مصري ويساعدنا ان احنا نلبي مطالب السوق، وفي نفس الوقت لو في فرصه للتصدير اكيد يعني نصدره للخارج. يعني